من أم درمان ينضم إلينا الصحفي المقداد حسن. المقداد، أهلا بك معنا، كيف تصف لنا الوضع الميداني والأمني اليوم في مناطق الخرطوم عموما؟ نعم، تحياتي إليك وإلى المشاهدين. ربما الوضع الميداني والأمني هنا في مدينة أم درمان وخاصة في المنطقة التي أتواجد فيها نسبة لصعوبات التواصل والاتصال التي يعني نجمت جراء المعارك المحتدمة في المعارك الضارية التي دارت قبل يومين هنا في شمال مدينة أم درمان. هنا منذ الصباح الباكر اليوم نستمع إلى قصف مدفعي متقطع من المنصات العسكرية التي تتبع الجيش السوداني في شمال مدينة أم درمان باتجاه ما يقول الجيش السوداني أنها تمركزات للدعم السريع. غالبا ما تكون هذه التمركزات في شمالي مدينة بحري وفي منطقة شنبات وكذلك في محيط الهيا العامة للإذاعة والتلفزيون. تزامن مع ذلك هنالك تحليق لطائرات الاستطلاع وبصور مستمرة حتى الساعة الماضية، لكن يمكن أن نقول أن الأوضاع هنا في شمال مدينة أم درمان شهدت سوءا كبيرا خاصة بعد المعارك الضارية التي دارت في الأيام القليلة الماضية. وكما ذكر الجيش السوداني وبث من فيديوهات أظهرت تقدمه في هذه المنطقة، منطقة كرري والأحياء الجنوبية لمدينة أم درمان والأحياء القديمة، ما لاحظناه بعد هذه المعارك هو تردد كبير في خدمات التواصل هنا لمدينة أم درمان، وذلك أننا لا نستطيع كذلك إجراء مكالمات وتواصل مع زملائنا ومع معارفنا في مناطق متفرقة هنا من العاصمة السودانية خرطوم، نتيجة للمعارك الضارية التي نجمت منها كثير من الأعطاب وكثير من التداعيات على الواقع المعيشي والواقع الإنساني. كذلك التداعيات الكبيرة كانت على الجانب الصحي في شمال مدينة درمان، حيث مستشفى النو وهو من المستشفيات التي عليها ضغط كبير وتأتيها كذلك عمليات جراحية تفوق طاقتها الاستيعابية، وهذا ما رصدناه من معلومات وما وصلنا من معلومات من هذه المستشفى التي يعني أطلقت نداءات استغاثة ومناشدات للكوادر الطبية ولفرق الخدمية حتى يعني تستطيع أن تجابه الأعداد الكبيرة التي جاءت. طيب المقداد، هل المناطق السكانية في أم درمان ما تزال تضم مدنيين كثر أم تمكنوا خلال الأيام الماضية قبل اشتداد المعارك من النزوح إلى أماكن ربما أكثر أمناً؟ نعم، مناطق القديمة في مدينة أم درمان الأحياء القديمة هي منذ بداية هذه الحرب بدأ ناس يدفعون منها ويفرون إلى مناطق آمنة نسبيا، ومع شدة المعارك في القليلة الماضية هناك كثير من المواطنين وكثير من المعارف الذين تحدثنا إليهم أنهم لا أشهدوا معكم سريعا تخرجوا من تلك الأحياء، أن الطائش القذائف التي تسقط هنا وهناك. طيب المقداد، الصوت يتقطع قليلا، أود أن أسألك أيضا، ذكرت أن هناك طائرات تحلق في سماء أم درمان للاستطلاع، هل فقط مهمتها الاستطلاع أم تم رصد من هذه الطائرات من يقصف أماكن لتواجد قوات الدعم السريع؟ نعم، ما شاهدته وما رصدته أنها طائرات أنتينوف من نوع الاستطلاع التي تعودنا عليها في الأيام الماضية. ولم نرصد أي قصف، يمكن أن يكون هنالك قصف في مناطق بعيدة منا، لكن على محيطنا لم نرصد أي قصف لهذه الطائرات، هي طائرات استطلاع جوب في شمال مدينة أم درمان، ومن الحين والآخر تختفي وتذهب إلى مناطق ربما هي بعيدة من المناطق التي نتواجد فيها. نعم، شكرا جزيلا لك من أم درمان الصحفي المقداد حسن. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.